أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة أبو إبراهيم يسأل، يقول بعض المصلين فضيلة الشيخ يكثر الحركة بالمشلح والشماغ في الصلاة، ما حكم هذا العمل في الصلاة وهل تبطل الصلاة بأكثر من حركة؟ هذا مكروه، الحركة في الصلاة من غير حاجة مكروه، وإذا كثرت وتوالت وكانت من غير حاجة ومن غير جنس الصلاة فإنها تبطلها بهذه الشروط: أن يكون من غير جنس الصلاة، من غير جنس حركات الصلاة، هذا واحد. الثاني أن يكثر ذلك، فإن كان قليلا لم يضر. الثالث أن يتوالى، فإن كان متفرقا لم يضر. الرابع أن يكون لغير حاجة وإنما هو من باب العبث أو الذهول، فهذا يبطل الصلاة. نعم.